لك يا بنت خطاب الكتر وبدأنا نضحك احنا لاقيين ناكل يا ابني. جواز ايه اللي بتتكلم فيه؟ امشي هاد من قدامي يا بنت تلمي، ده احنا في داغستان. في داغستان؟ ايوه يا بابا. يعني ايه داغستان؟ يعني داغستان. السلام عليكم، معكم محمد. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له باذن الله. ثم اما بعد، من مدينه مخاتشقلا الداغستانيه بنعمل حلقه النهارده امام النافوره الجافه دي. الفتيات هنا يعني مش هم فارهين الجمال اللي تشد لهم الرحال مخصوص، ولكن اخلاقهم وردائهم المحتشم اللي محتشمين منهم يعني هو اللي يجيبك على ملا وشك لهنا. احد الاتراك المتزوج من فتاة داغستانية من هنا من الافاريين من العرق الافاري قال لي: عارف لو كل الاتراك اللي متجوزين روسيات جم وعاشوا في المجتمع ده وسط محجبات وملابس محجبات ومحلات لمسلمين وفيها اكل حلال، مش هي مراته لو كانت مش محجبة وروسية وكده مش كانت تدخل الاسلام وتتحج تندمج بالكولتور والكالتشر اللي هنا؟ قلت له اسف لا ما اعتقدش. قال لي ليه؟ ده الحياه هنا. هو طبعا عايش هنا بقاله يمكن 18 سنه 19 سنه قرب يكمل 20 سنه يقفله. فبيقول لي ليه ده هنا كل حاجه متاحه وما فيش ضغوط وما فيش مش عارف ايه. قال لك والبزنس حلو بقى بيننا وبينهم الطيران مباشر وبتاع، ايام ما كان في طيران مباشر ما بين ده جسم ما بين ما خدش قلب واسطنبول. ويقول لي هنا بيحبوا الاتراك يعني واحنا بنحبهم والدنيا حلوه يعني. فالمهم انا قلت له لا، هي مش فكره صائبه قوي ان مثلا حد عايش في موسكو، بلاش موسكو، اي مدينه تانية ويجي هنا بمراته علشان خاطر تعدل سلوكها. قلت له ما هنا في بنات بيلبسوا يعني قصير، مش قصير قوي يعني قصير كتير قوي في الصيف ده مش هتلاقيه قوي هنا في داغستان، ولكن مش محجبه ده كتير. فقلت له ايه اللي مش محجبه؟ ايه اللي مش مسلمه؟ هتفضل كده لان اللي زيها هنا موجودين وهتلاقي اللي زيها. ما الروسيات على فكره ما بيغلبوش، بتروح مصر بتلاقي البنات اللي زيها في مصر، بتروح حتى لو كانت مصريه بس نفس المنتاليتي. لو هي مثلا مش عايزه تدخل الاسلام هتشوف بنات مسلمات ما بيحبوش الاسلام في العراق في تركيا في سوريا في مصر في المغرب، هتدور على الناس اللي دماغها زيها بيلاقوا بعض قوي قوي قوي. اذا طبعا ما لقيتش حد، واحده اوكرانيه مثلا زيها، واحده روسيه، واحده بيلاروسيه، بيظبطوا بعض. طبعا في الساحه الروسيه اللي فيها لينين وهنا برضه ايه لقطه كده جروي داغستان. المهم فالبنت من دول هنا يعني برضو معلومه ليكم بتتجوز بدري. هنا طبعا اطفال شفت مره ايه قبل بس ما اقول حكايه انهم بيتجوزوا بدري. شفت مره واحده جده هنا في مخاتشقلا، جده شكلها اموره كده حلوه يعني جميله ما شاء الله، ست عندها يمكن تحس انها عندها 80 سنه بس العينين فاتحه بقى ولابسه شرب كان ازرق فاصفر او موف فاصفر ورداء بقى اللي هو بتاع الفلاحين ده يعني بسيطه كده، عالم غلابه وفقرانين كده في نفسه. بعد كده ايه دخل ابنها وقعدت هي طبعا بدات تتكلم معايا وتسال شويه حاجات كده وكلمنا شويه. الطفطف بقى هيجي ورايا. فالمهم الست دي دخل ابنها برضو الولد شاب كبير يعني مش حاجه صغيره، عنده مثلا 28 30 حاجه و40 يمكن وانا ما ركزتش قوي بس جميل ما شاء الله الخلقه وبسطه في الجسم يعني ما شاء الله او الطفل. المهم فبعد ذلك دخلت بقى ايه بنت هذا الرجل الحفيده ما شاء الله. البنت عندها 15 سنه 14 سنه، اجمل الجميلات، حاجه طلقه ولابسه حجاب بقى زي الخمار كده طويل. فطبعا اي شاب عربي احزب هيقول لك انا عايز من دي يعني واحده تكفيني العمر كله، مش هتجوز عليها تاني، انا عايز الصنف. فالمهم شفت البنت صغيره طبعا بالنسبه لي وبالنسبه لاي حد، بس ما شاء الله برضو بسط الجسم زي ابوها يعني. فالجده بتقول لي معلومه بقى اللي عايز اقولها لكم النهارده، بتقول لي البنت يعني ايه لما تتم 14 15 سنه بنبتدي بقى ايه
يحصل لنا مشاكل. مشاكل ايه؟ الخطاب يزيدوا. فبنقول للبيت اقعدي في البيت ما تخرجوش كتير، بالذات في الصيف بقى اهمدي بقى، اتبطي في البيت، خطاب كتروا واحنا بدانا نتعب، فاقعدي بقى ريحي كده في البيت، ريحي لك شويه علشان الخطاب كتروا. وفي الاخر هي ايه؟ بتروح تختار حد على كيفها، حد بتحبه وتيجي تقول لهم انا عايز اتجوزه. فطبعا ايه ساعات ساعات مش كل الاحيان يعني، يجي ابوها يقول لها ايه ده عرفتي وقت وبتاع، عرفتي امتى؟ انت عندك 15 سنه ولا 16 سنه عرفتي امتى وبتاع؟ طبعا ممكن تتجوز من السن ده يعني، وقعد بس 16 17 ولا 18 تتجوز وتخلف ويبقى عندها 20 سنه وعندها عيلين والدنيا حلوه قوي. فالمهم يعني وبتتجوزوا في الاخر، بس ابوها يقول لها ده احنا انت مش عارفه انت عملتي ايه. ايوه عملت ايه يا بابا؟ احنا في داغستان يا بنتي. ايوه يعني ايه داغستان؟ يعني داغستان يعني في تقاليد في بتاع. تقول له ماشي ما احنا هنتجوز، خرقنا التقاليد في ايه في كده؟ لا لا ما انت حبيتيه وتلاقوا خرجتوا بقى وكلتوا مع بعض شاورما، ولا قعدتوا في مطعم تركي بقى، ولا في كافيه تركي كلتوا بقى وشربتوا شاي وبتاع. فتقول له يا بابا بحبه هنتجوز وبتاع، وبيتجوزوا وربنا بيكمل بخير. على الناحيه الاخرى بقى، كان احد الرجال الداغستانيين عنده 60 سنه كده ولا حاجه، فبيقول لي ايه ابني عنده 30 سنه ما كانش لسه اتجوز وانا ندمان يعني. قال لي جالي في يوم بقى وعنده 30 سنه عايز يتجوز واحده اكبر منه مطلقه وبتاع. فقلت له ماشي يا ابني هساعدك وادعمك وكل حاجه، والسلفت عشان اجوزه ونظبط الدنيا. فقال لي انا ظلمته زمان اما كان لسه شاب عنده 20 سنه ولا 21 سنه، كان شغال في محل. فقال لي في يوم كده واحده زبونه عنده اعجب بيها وحبها وتقريبا هي كمان حبته، فجاي يقول لي بابا انا عايز اتجوز ودعمني او ساعدني او اديني فلوس. طبعا قال لي رحت قايل له امشي ياد من قدامي، جوازي احنا ايه ناكل يا ابني، امشي ياد من هنا. قال لي نهارته من غير ما افكر ولا اخد ولدي معاه في الكلام. قال وندمت بعد كده، الولد قعد يا ريته كان اتجوزها، البنت كانت موافقه واهلها يمكن كانوا هيوافقوا يعني. قال كنت احاول ادعمه باي شيء يمكن كان الموضوع يمشي، والراجل كان يعني اتفكت عقدته اللي فضلت يعني ماسكه عليه هو سنين يعني لحد ما تم الـ30. هنا الفيو جميل. مدينه داغستان مش مدينه غنيه بالحدائق زي مدن كتيره في روسيا، عشان بس تبقى عارف هتشوف اسهال الحدائق ده زي ما حضرتك متعود في مدن تانية. لكن اوعدك اللي تشوفه هنا ناس حنونه، ناس طيبه، ناس عندها ترحاب، عندها كرم. كسرت عود البتاع بدماغي. فالمهم شفتوا الكرم يكسروا الشجر عشان خاطري عشان دماغي تتبطح. المهم فبقول لكم يعني الناس هنا معظمهم هتلاقي في حراره كده في التعامل، جدعنه. بس طبعا خلي بالك ان هو مش كده على طول، مش بياخد عليك على طول يعني، بياخد وقت يعني. ويبقى عندك برضو ايه سعه صدر كده وبتاع، ما بقاش خلقك ضيق يعني، هتلاقيه مثلا ناشف معاك شويه في الاول مش عايز ياخد عليك، عادي اديله وقته عادي، او اديلها وقتها يعني لو واحده. المهم كلامي خلص، يا رب تكون المعلومه نافعه وفي الصميم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اشوفكم على خير في حفظ الله. السلام عليكم.